يوديه العراقي الكرة بتلعب حسين علي، حسين علي بيحاول، حسين علي بيمر، حسين علي خطير بيسدد. الله 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 عجب القصير المكير الخطير الرائع من خارج منطقة الجزاء. الله 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 متعني متعني يا دوري يا عراق يا أخي والشهاد. كرة ملعوبة الآن، أمير مررها وتسديد، أوه الله 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 على أحمد، الله على جلال، هدف راح، ثاني أهدافه من خلال هذا اللقاء. ياهو لقاء بأهداف جميلة ورائعة ورائعة. هوب الله 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 الله، زوراء من كرة ثابتة قوة جوية والكل يترقب. الزوراء الجويد يلعبها، الله 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 الله، الجويد 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 الجويد، الله النوارس تحلق بهدف الجويد، النوارس تحلق بهدف الجويد. الدقيقة 20 20 20 20، يضحى في التسعين الجويد، يضحى في التسعين الجويد. الله 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 الله، عالية داخل منطقة الجزاء، رسيع خطير أبو هند وخطيرة، الله ياهو هدف. شوف الله، اعتقد شمال عدلها مهند، اوه على الطاير على طريقة كبار الزوراء، يا ولد يا ولد، على طريقة احمد راضي، على طريقة يعني. بذلك سجل اسرع هدف في تاريخ الدوري العراقي ضياء فالح، هو المساعد لكاسم سلطان في هذه المباراة. ركلة حرة مباشرة للزوراء على القائم الأيمن داخل منطقة الجزاء، هنية حسين الجويد يسجل هدف رابع رائع، ومن الأهداف الجميلة في الدوري العراقي بهذه الطريقة وبتنفيذ أكثر من رائع عن طريق الجويد على المرمى وعلى الزاوية البعيدة لحارس المرمى عباس.